اقول لك ام ادم قبل شوي كنت اسولف ويا الحجيه، الحجيه مخلفه 13 طفل يعني اي 13 ثلاثه انه متوفين وصغار وهيك الله يرحمهم، 10 عندها يعني العشرة 46 سنة أكبر شخص. شنو رأيك أنت بال يعني عدد الأولاد الهواية؟ نفر واحد يلعب يوم طوب بعد كرة القدم هواية شكو تختلف جدا. شنو اللي يختلف عن وقتهم ووقتنا؟ تختلف شوية، خلينا نرجع شوية، المعيشة تختلف، التربية. ما يقولون كانت الخير والبركة قبل أكثر، بالرغم إحنا هسه هماتين عندنا سبل العلم. لا بس حاليا متعبة، انترنت وكل هواية متعبة. قبل كانت الأم تعجن وتخبز وهي تسوي وهي تودي، حتى كل وسائل الحياة كانت كلها تغيرت فعلا. كان انترنت ماكو، كلها بصعوبة، بس وسائل الحياة أسهل بس صارت أصعب. إيه التربية كله صعبة هسه يعني. يعني نخلف بعد 9 أخوان الآدم؟ واحد كاف أطلق أسهل واحد كاف عمري أنت مو؟ واحد ابو هذا طلق اسعد من فكر بعد لا لا عيني استاذ تريد 9 اخوان يا الله مسجل بالمدرسه يا الله تريد بعد 9 اخوان ما عاجبك العجب بعد شو اسوي ما يريده ولا 9 اخوان ولا اخو ولا حتى احد ابد شنو رايك بعدم طريقه التربيه شنو فرق انه خاله انه عندها 10 اولاد بس سهله الحياه اليوم احنا كلنا احنا جيل التسعينات وحتى الثمانينات نخلف طفل او طفلين بعد ما عندنا قابليه ان احنا نربي ونكبر والله متعبين هسه متعب قبل ماكو على مختلف يعني هواي هسه انترنت وهواي وهواي امور يعني تخافين من يمها هواي بالتربيه مو مثل انا تربيه الحمد لله اصلا لا تحكين عليه ماكو لا هذا هو متهمني وكاح على صرفيات هو كلهم وما ادم وما ادم لا صرفيات ماكو كاح لا عجيل لا هاي صرفيات خب بنات انتم تعرفون بعد الصرفيات موجوده بكل وقت لا اقول لك يا بدون وكاح ادم وكاح وصرف اي انا لا بالصرفيات بالصرفيات زين هي موظفه هي لا ربت بيت شلون يومك شلون يقضي والله هو بعد بالبيت ماكو طلعة لا يعني مرات زوجي طلعنا وياه تطلع ويا صديقاته لا 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 بس ويا زوجي ما يقبل اي شنو ها يغار علي ايوه زين علاقتكم على حب لو زواج تقليدي لا زواج تقليدي شنو تحس زواجكم ناجح والله ناجح هو احنا خلينا نكون صريحين ماكو شيء اسمه ناجح وفاشل اليوم بالحياة اكو شيء اسمه مسايسة انسايق وضعك يعني شلون السيارة كل السيارات تمشي بس اكو فرق محرك عن محرك اكو فرق البنزين عن المحسن عن العادي اكو فرق الدهن وين تبدله بيسوي إدامة فرق بدون الإدامة فاليوم كل زواج كل الحالات هي عبارة عن عائلة بس انت شلون مسايق عائلتك يعني حتى انا مفروض اغير سؤالي يعني ما اقول الزواج ناجح او فاشل بالتالي هو زواج فشلون شنو حياتك الزوجية شلون توصفها شلون انت ممشيها والله هو انا اشوف افضل شيء هي السياسه يعني سياسه بدل ما يعني تحلها بصوت عالي مشاكل تنحل بالسياسه اي سول بدل ما انت تقول على كل شيء لا وما تخلي تطلع ويا صديقات خطا واكو خطا ينحل الخطا وانتهى الموضوع مو فعلا زين صار لكم كم سنه؟ راح ندخل بالرابعه انتبهتي ان هو ناسي؟ اي يا اساسا شو سويت مشكله صح البارحه من تشوفينا طلعني نساء اي لا ما ادري نساء اتذكرها مو انا زعلت سويت نزعل انا ذكرتها قبل قلت له ما طلعني والله جابنا يوم لا اي والله انا يعني لا حباب والله حباب عيد ميلاده شو عيد ميلاده 13/10 13/10/96 ما شاء الله وانت يا مواليد انا مواليد 2005 تشاقين والله 2005 والله طالع اكبر من عندي ثاني يوم مواليد انت قلت لي 95 لا 96 زين مبين اي مظلومين احنا جيل 90 انا تفاجئت ليتك بالزواج رحت انحسد زين انت استقريت بلا حقد على الوعد لا عندي وعد 95 عندي 99 بعد ما مزوجين اي ويانا الله يسعدك الله انت من وين؟ اني من بغداد بغداد رصافة لا رصافة انت قبل شوي قلتي كلمة ذكر ما اعرف شنو قلت هي بالاصل بصرة اي شوفي بالاصل يعني ليش تشمع
لا بصرة صحيح. أنا يعني بغداد. أنت بغداد. شلون هالبغداد والبصرة؟ والله هسه حلو. حلو. والله حلو. وأهلك ببغداد؟ أهلي ببغداد. تقرأ. زين فأنت مستقرة؟ لا الحمد لله أنا بغداد. والله حلوة كلش حلوة. تخبل. يوم يعني ممتع لبغداد. الحمد لله والشكر الله يديمها نعمة. الله يديمها. شو رأيكم تعطوني هدية شباب؟ أنا تشرفت بيكم. شكرا. وأشوفكم بخير. الله يسعدكم ويهنيكم. ممنونة. شكرا يا روح. صحة وسلامة. خير يا عمري. وأنت بألف خير. فضلك أدوم. شكرا يا روح. شكرا تفضل. ممنونة. مقدمة من الشهير للصناعات المنتجات الغذائية. ألف عافية عليكم. هذا مبلغ مالي أيضا مقدم منهم. الله يسلمك. الله يحفظ لك العائلة. ممنون. شكرا حبيبتي. مع السلامة حبيبتي كلها لحياتك.